قال سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل إنه يبدأ قريبا إصدار تصريح العمل المرن، وهو الذي يسمح للعمال الوافدين بالعمل مع أكثر من صاحب عمل. غير أن هذه المبادرة لن تشمل سوى 10,000 عامل فقط من العمال المتجاوزين الذين يزعمون تعرضهم للاستغلال أو يواجهون التعسف من أرباب عملهم، ولن يستفيد منها العمال الهاربون أو المتورطون في قضايا تتعلق بمخالفات جسيمة حسب تأكيدات الوزير. وصرح بأن الهيئة ستعلن هذا الإجراء الجديد خلال الشهور القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل حاليا على إعداد الإجراءات قبل البدء بقبول طلبات تصريح العمل المرن، موضحا أن تصريح العمل الجديد ستساعد العمال الذين واجهوا الاستغلال بحيث تتيح لهم العمل بصورة مشروعة مع عدد من أصحاب العمل في البحرين. هذا وأوضح الوزير أن كلفة إصدار إذن العمل الساري لمدة عامين ستكون 30 دينارا شهريا، إضافة إلى رسم قدره 200 دينار ستدفع وقت تقديم الطلب. وقال إن تصريح العمل المرن لا يشمل العمال الهاربة، ولا يسمح للعامل السائب الانتقال لرب عمل جديد، كما لا يسمح لأصحاب العمل بتوظيف العمالة السائبة.